طيب خلينا نروح بقى لمباراه طلائع الجيش المباراه اللي فاتت، على الرغم من يعني انا في البعض الحقيقه انا كنت لسه عايز اتكلم في هذا الامر، البعض يرى ان مباراه طلائع انا ما بشوف دايما ان الماتشات مش لازم ابقى كويس، خصوصا صحيح. لما ببقى داخل على ماتشات مهمه قوي صحيح. زي الوداد، مش لازم ابقى كويس، انا المهم اخد 3 نقاط، وده بالظبط. بالنسبه لي وجهه نظري انا، ما اعرفش وجهه نظركم في هذا الامر ايه. ده اولا. ثانيا، انه الروتيشن اللي بيعمله مارسيل كولر واضح انه بيعمل روتيشن بطريقه علميه وعمليه في نفس الوقت، لانه الفريق لا يتاثر، بيفوز على الاقل. صحيح. الدوري بطوله طويله المدى، وطبيعي ان هيحصل ان مش كل الماتشات هتأديها بنفس القوه، لكن الفريق البطل هو اللي بيعرف امتى وهو مش كويس يعرف يكسب، وهو عنده ظروف معينه ومضطر يريح لعيبه معينه ان هو يعرف يكسب، ده اهم ما في الموضوع. فالاهلي قدر ان هو يحقق 3 نقاط في ماتش مش حلو، لكن حقق النتيجه المطلوبه، حقق كل اللي هو عايزه من المباراه، لاعب لعيبه كتير ما كانتش بتلعب، ادى عدد دقائق اكبر للعيبه، الدقائق بتاعتها في الفتره اللي فاتت كانت تراجعت سواء بالاصابه او بالابتعاد لاي ظرف من الظروف، وقدر يحقق الفوز في مباراة تبدو سهلة، وده اللي هو المفروض كان يحصل، وده اللي أي فريق بطل بيقدر يعمله في الماتشات اللي بتبقى ما بين ماتشات مهمة زي اللي حصل. اللي حصل اللي قبله ماتش إنبي، والناس كانت مستغربة أو البعض انتقد إن الأهلي لعب بالتشكيل الأساسي قدام إنبي وإحنا عايزين نريح اللعيبة عشان الفاينل بتاع الوداد وما نخسرش حد ومش عارف إيه. طب حد بص على إنبي في الفترة اللي فاتت خصوصا مع تولي كابتن تامر مصطفى الفرقة، نتائجهم مع الفرق اللي تحت الأهلي في الجدول كانت عاملة إزاي؟ هنبص هنلاقي ان ام بي فاز على كل الانديه اللي تالي الاهلي في الترتيب. صحيح. فاز على فيوتشر وفاز على بيراميدز وفاز على الاتحاد وفاز على المقاولين، اذا احنا قدام فريق، فاز على الزمالك، وفاز على الزمالك، احنا بنتكلم عن فريق قوي جدا في الفتره الاخرانيه، بدايه الموسم بتاعه كانت وحشه قوي، لكن هو في الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس جدا. فمارسيل كولر والجهاز الفني واعيين جدا للنقطه دي، وشافوا ان هو مش من السهل ان انت تريح هذا الكم من اللعيبه في ماتش زي ده، هتعرض الفريق لخطر، فلعب بالفول تيم وقدر يكسب الماتش، وقدر بسهوله رغم التكتيك الصعب اللي كان بيلعب بيه والدفاع المتكتل جدا اللي كان بيلعب بيه ام بي، قدرنا نحقق فوز يبدو سهل، انما انا في رايي كان ماتش صعب جدا. بعكس لما جه الماتش بتاع طلائع الجيش، طلائع الجيش بيمر بازمه على المستوى الفني ومستواه مش ثابت ومتراجع، قدر ان هو يريح بعض اللعيبه، يمكن وصل ل6 أو 7 لعيبه يريحهم، 5 تقريبا، يعني بالاصابات حوالي 7 لعيبه، يعني في غيابات اضطراريه اساسيه من الاساسيين، فبنتكلم بحوالي 7 لعيبه مثلا ما كانوش موجودين من التشكيل الاساسي. الماتش اللي جاي اعتقد ان هو هيبدا يلعب اللعيبه اللي هي ريحت الماتش اللي فات او هيديها جزء من الوقت، واللعيبه اللي لعبت 90 دقيقه الماتش اللي فات من الاساسيين هيبدا يريحهم. مع ان الماتش اللي جاي بالمناسبه ماتش سيراميكا انا بشوف ان هو هيبقى ماتش صعب جدا، لكن طبعا الأهم بالتأكيد مباراة الوداد. فالراجل ماشي بشكل مرحلي كويس جدا، الروتيشن حضرتك قلت جملة مهمة جدا ان هو بيتعامل مع الوضع بشكل مدروس. يمكن انا وايمن من حوالي اسبوع كده كنا بنشوف كل لعيبة الأهلي لعبت قد ايه دقايق الموسم ده، ف طبعا القايمة كلها لعبت يمكن فيما عدا حمزة علاء وايمن اشرف، يعني حتى كنا وقتها كنا بنقول لمصطفى شوبير ما لعبش، فمصطفى شوبير لعب، فاحنا دلوقتي بنتكلم في 31 لاعب لعبوا ماتشات، فعدد دقائق حتى اللعيبه اللي كانت واخده في حدود 100 دقيقه او اقل خلال الموسم هم اللي طلعوا اعارات في يناير، فيما عدا كده لعيبه لعبت اقل لاعب في النادي الاهلي لحد دلوقتي لعب حوالي 700 دقيقه، فده رقم كبير. طبعا رقم كبير، فكل اللعيبه جاهزه، فدي ميزه كبيره. يمكن الشناوي هو لاعب اكبر عدد من الدقائق بطبيعه الحال، ومعاه علي معلول، لكن فيما عدا كده كل اللعيبه تقريبا عندك لعيبه كتير جدا حوالي 14 او 15 لاعب الافريج بتاعهم قريب جدا من بعضه، والباقي لعبوا عدد دقائق كافي يخليهم جاهزين. فهو الراجل شغال بشكل مدروس جدا وعلمي. ساعات كنا بنقول هو ليه بيسحب ده في اخر 5 دقائق، الموضوع مش مستاهل، او 3 دقائق الموضوع مش مستاهل، بس هي الفكره ان عدد الدقائق ده مع الوقت بيجمع، يعني لما يريح هنا 10 دقايق ويريح 5 فيريح 15 فيريح 3، كل ده في الاخر بيفرق معاه ماتش او ماتشين يبقى مريحهم زياده عن الـ اي لاعب تاني، فبيبقى خد عدد دقايق راحه كويس وفي نفس الوقت رجله في الملعب. فهو الحقيقه الراجل ماشي في الروتيشن بشكل عبقري. طيب ايمن، اهم مكاسب النادي الاهلي الفنيه
انا بشوف مثلا انه حاجه زي اصرار قفش على العوده لمستواه وحتى فوزه بلقب افضل لاعب في الاسبوع اعتقد شيء مميز جدا. ديانج واستمرار مستواه الرائع، ايضا السوليه وعودته. طبعا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن اسلام، والجمله اللي انت قلتها في بدايه كلامك اهم حاجه في الماتشات اللي زي دي ثلاث نقط. صح، لان انت دي من دي 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 لازم. اه بالظبط كده يعني انا بشوف ان في اهلاويه كمان حقيقة بيقول يعني ما كان لازم. لا مش لازم، لا دلوقتي فعلا مش لازم. يعني المهم ماتش الوداد ده سبحان الله احنا يعني بنتعلم من دروس قبل كده. ما ده طبيعي في الكوره، احنا اخطانا الموسم الماضي في التعامل مع بعض الامور، الموسم ده مع المدرب وحتى اللعيبه بخبرات بنتعلم من اخطائنا. النهارده المباراه دي خدنا ثلاث نقاط الحمد لله، المباراه فنيا عدت ثلاث نقط الحمد لله، ما فيش اصابات حتى مصطفى شوبير يعني التدخل العنيف اللي كان معاه اطمننا عليه وهيبقى موجود ان شاء الله بشكل طبيعي المباراه اللي جايه. طبعا وجود يعني قفشه، ان فكره ان هو الماتش ده كان مستوى افضل، طبعا احنا ننتظر دايما من قفشه ما هو افضل من ذلك، لان قفشه عنده اكتر من كده وهو نفسه عارف ان هو حاليا ما بيقدمش افضل نسخه ليه. لكن المباراه اللي فاتت الامانه راجل بيلعب الماتش، يعني ممكن نستعرض ارقام قفشه في المباراه بما انه راجل المباراه، يعني هنلاقيها ان هي ارقام مميزه سواء على صعيد التمرير عدد، يعني هو لعب الماتش كامل محاولاته على المرمى بنتكلم 2 من 3، سجل هدف، التمريرات بتاعته 80% الدقه بتاعتها، بيرجع يستخلص الكره بيدافع بشكل جيد. فالنهارده عمل اداء استحق عليه ان هو يكون رجل المباراه، والهدف حتى اللي جابه بشكل مميز جدا اخيرا، يعني وش رجله رجع تاني. يعني حتى الصوره نفسها بتفكرنا. لا معلش انا عايزه ارجع تاني يعني للارقام، لان في رقمين مهمين جدا رقم انا حابب اتكلم عنه. السؤال الاول هو كان ليه قفشه بعيد عن التشكيل الاساسي في الفتره الاخيره؟ يعني ليه الراجل فجاه قرر ان هو قعد قفشه وقفشه ما يلعبش؟ مع تغيير طريقه اللعب قفشه كان عنده مشكله كبيره في الواجب الدفاعي، وده كان سبب في انه يكون ملازم للدكه في الفتره اللي فاتت. خلينا نشوف الارقام بتاعه المباراه، اخر رقمين دول مهمين جدا ويوضح لك قد ايه قفشه بدا يستوعب طريقه اللعب، بدا يستوعب المشكله كانت فين ويشتغل عليها. الفوز بالكوره، فاز بالكوره 12 مره خلال المباراه سواء الكوره الثانيه او الالتحام او خسر الكوره خلال المباراه مره واحده بس. اوكي، فده يوضح قد ايه هو اتطور في الشق الدفاعي، امتى بيقدر يتدخل، امتى ازاي بيقدر يحافظ على كورته، بياخد الكره الثانيه، بيلتحم، بيكسب الالتحام. فالحقيقه ان هو قدم مباراه على الصعيد الدفاعي كانت مميزه، يمكن ما صنعش فرص او ما صنعش اهداف لكن سجل طبعا هدف مهم جدا. وفي نفس الوقت انا الرقم ده بالنسبه لي كان هو الاهم، لان مهم جدا ان قفشه في الماتشات دي، وانا متاكد ان الدفع بقفشه سواء في الماتش اللي فات او اللي قبله او حتى الماتش اللي جاي هيكون من اجل مباراه الوداد. احنا هنحتاج قفشه جدا في مباراه الوداد، واعتقد ان كولر واعي جدا للموضوع ده، وبالتالي بدا يدي يعني خلي مباراه الوداد للوداد. لكن ايمن برضو هناك مكاسب فنيه كثيره في السوليه للامانه. السوليه برضو يعني بيستعيد واحده واحده، يمكن هو بعد الاصابه الطويله لسه برضو مش يعني واحده واحده طبيعي. السوليه برضو من اللعيبه اللي اجهدت وتم استهلاكها الفتره اللي فاتت بشكل كبير، برضو لو احصائياته وراجل يعني لاعب برضو المباراه 90 دقيقه يعني كامله، طبعا 101 دي عشان الناس بس ما تقولش دي بالوقت الضايع يعني. راجل سجل هدف وركله جزاء، وعلى فكره السوليه برضو من الناس اللي يعني بيعرفوا يجيبوا على طول جوان في طلائع الجيش ده، يعني تقريبا ده هدفه الرابع في طلائع الجيش. عمل اسيست الجون بتاع قفشه، ولا عمل الضغط الكره اللي راحت له، محاولاته برضو على المرمى جيده، نسبه برضو حتى اداؤه الدفاعي يعني معقول. بنتكلم استخلص الكره او فاز بيها 9 مرات، خسرها مرتين. النقطة بقى التانية، يمكن هو ما خدش مان اوف ذا ماتش لكن عمل واحدة من برضه مبارياته الجيدة، ديانج عمل مباراة برضه معانا ليه أرقامه، مباراة هايلة، خصوصا إن ديانج برضه من اللعيبة الركائز الأساسية في حتة سواء ستة أو لما بيبقى موجود مثلا مروان بياخد هو الواجب، إن مروان بيتقدم شوية أو إن ديانج هو اللي واخد مكان ستة ده بشكل صحيح. كبير، فعامل كان مباراة هيلة. عنده رقم يعني برضو نركز فيه كده، لو دقة التمريرات 98% كابتن اسلام، يعني هو تقريبا ممكن يكون عمل له باصتين غلط مثلا. عشان كده احنا بنقول ان هو واحد من افضل اللعيبة، من الافضل. صحيح. ليه؟ لان هو الفترة اللي كان فيه فترة سابقة من 4 5 ماتشات كده كانت
دقه التمريرات على ما اعتقد كانت اقل من كده طبعا، كان الناس كلها بتنتقد وكمان التمريرات الطويله بتاعته يعني على فكره هم 3 من 3 مش 3 يعني تمريرات طويله و3 كانوا انا اللي بعتها غلط دي معلش. فبرضه فوزه بالكره 10 ده رقم موافق النهارده. لا ديانج واحد من اللعيبه المؤثره لما بيكون في مستوى ديانج، لما بيكون في مستوى قمه تركيزه 100% بيفرق جدا مع النادي الاهلي، واعتقد برضه يعني واحد من اللعيبه اللي طول ما هو مريح وكويس مميز جدا. ممكن بشكل عام يا كابتن اسلام لو حابين يعني قبل ما نختم طلع برضه معانا احصائيه الطلاع في يعني الماتش نفسه، الاحصائيه كامله بتثبت برضه حاجه رغم ان الناس قالت ان الاهلي كانش افضل حال الاهلي كان وحش، لكن في رقميا تعال نبص يا كابتن اسلام لو يعني لو استعرضنا احصائيات النادي الاهلي النادي الاهلي بص نسبه الاستحواذ بتاعته هي تقريبا اللي في كل ماتش طبيعيه يعني قرب ال 70%. قد تكون يعني الناس شايفه ان هو ابطا سنة. اتفضل يعني زي ما انت بتقول بس ده طبيعي لان برضو غيرنا عليك ما هو ده عشان كده انا بتكلم في ان ما يا جماعه لا اتفضل يعني نسبه الاهداف الاكسبكتد جولز بتاعتنا 3 وشويه جايبين جونين، فده برضو حاجه كويسه. محاولاتنا صحيحه على المرمى النسبه بتاعتها جيده. التمريرات عملنا التمريرات في الرينج، النادي الاهلي الفتره الاخيره بتتكلم في التمريرات بتاعته على طول في السبعميات، يعني احنا ان شاء الله قريب هنخش الليفل الوحش باذن الله يعني الليفل الوحش بتاع ال 1000 تمريره ده اللي هو ليفل برشلونه. نسبه الاستحواذ هتزيد من 64 ل 84 هنخش في الليفل ده، بس النهارده بتتكلم مع تغييرات عدد اللعيبه انت لسه مستحوذ، لسه بتعمل تمريراتك ضعف تمريرات الفريق المنافس اللي هو بالمناسبه برضه نازل وعايز يبقى ليه شكل ان هو بينافس على يعني عايز يخرج من الدائره اللي هو فيها. لو كملنا الاحصائيات هنلاقي برضو ان احنا يعني الفوز بالكره بتاعنا نسبته كويسه، الركنيات واخدين، فالاحصائيات اجمالا في المباراه ما نقدرش نقول ان الاهلي كان وحش وكسب، لا الاهلي كان لعب على قد المباراه على قد برضو ان انت غيرت عدد من اللعيبه عشان تعمل التوافق بتاعك، بتلعب ماتش كل 48 ساعه حاجه زي كده. كلمه كويسه جدا ان هو احنا اتعلمنا من اخطائنا وبالتالي انا في مثل هذه المباراه انا عايز الثلاث نقاط بالظبط كده. فنتمنى ان احنا المباراه اللي جايه لان زي ما حضرتك قلت اهم حاجه بالنسبه لنا ان شاء الله الفتره دي هي موقعة الوداد يعني.